كورة يتابع أفراح جماهير الشرطة بعد الفوز على الميناء بالدوري. ان شاء الله ان شاء الله دوري الكاس ان شاء الله. اي والله ان شاء الله ناويين هنا هاي السنه ناويين. الف مبروك لجمهور نادي الشرطه، الف مبروك الكاد التدريبي واداره، وان شاء الله احنا الدوري عادي بس اريد كاس. ايش تسوون؟ ما تمنعون نادي الشرطه ياخذ الثالث على التوالي، حكام وحكام فار. ان شاء الله ان شاء الله ناخذ الدوري. الكاس شغلته نحسه بس ان شاء الله. كلام الله قليل اثنين. الشرطه يطلع باربعه بخمسه اليوم. بس الحكام هذا جماعه الفار عم يظلمونه. قبل لا نقول مبروك للشرطه، هارد لك للقريب على القلب نادي الميناء. هذا كلمة والله معزه نادي الشرطه علينا. المفروض اليوم الشرطه انه يقنع هذا الجمهور الجاي عليه الوفي وبالمحافظات يروح لاربيل مسافات طويله، يعني هذا الاداء اليوم مال نادي الشرطه، بعض اللواعي بنادي الشرطه ان يحترمون اسم نادي الشرطه. تحيه.